Hello my students, my name is Dr. Marwa Sawi and this is my channel with name Dr. Marwa Sawi from Chemistry and Science. I am graduated from Faculty of Science with total grade excellent with honors and I have a doctoral degree in biochemistry. We will study science and chemistry together in a fun way. Please don't forget to like, share and subscribe my channel to reach to a large number of students to learn everything about science and chemistry for all grades, primary, preparatory, and secondary levels. Thank you for watching. Now we will talk about lesson 2. هنتكلم النهاردة يا ولاد عن lesson 2 بيتكلم عن temperature and state of matter يعني درجة الحرارة وحالة المادة. تعال نشوف كده أول سؤال مديهولي true or false. Matter can't be changed from one state to another. طبعا false لأن هو بيتحول من solid لليquid ومن liquid لجاز. طيب when heating the ice cubes لما بسخن الايس كيوبس زي will ايه يا ولاد melt هيحصل لهم انصهار. طبعا هتبقى true لأن لما بيحصل heating للايس كيوبس هتتحول إلى liquid فبالتالي العملية دي اسمها melting. طيب you have learned that the temperature is a measure of how quickly the particles in a substance are moving يعني درجة الحرارة بتقيس قد ايه البارتيكلز دي هتكون سريعة في الحركة. طيب the temperature measures how much energy the particles in a substance have يعني درجة الحرارة هتقيس كمية الطاقة اللي بذلتها البارتيكلز في المادة. طيب تعال نشوف بقى temperature and states of matter. Changes of state of matter are often affected by the changes in temperature of matter يعني درجة الحرارة دي طبعا احنا عارفين ان المادة بتتغير من حالة لحالة تانية فحالات المادة دي لما بتتغير بتتأثر بالتغير في درجة الحرارة يعني ده بيسبب لي change برضو تغير في energy of particles يعني بيغير لي في طاقة البارتيكلز بتاع المادة. تعال نشوف الكلام ده ازاي بقى. عندي هنا أول حاجة melting والfreezing. melting يا ولاد اللي هو الانصهار والfreezing اللي هو التجمد. خلي بالك الاتنين عكس بعض. الميلتينج هو تحول الايس لليكويد لكن الفريزنج هو تحول الليكويد لايس فالاتنين يعتبروا عكس بعض. ميلتينج عكسها الفريزنج. ايه اللي بيحصل في الميلتينج؟ The particles of solid matter gain energy يعني بتكتسب طاقة لكن الفريزنج بتفقد طاقة يبقى release energy يبقى في حالة الفريزنج release energy هتفقد طاقة. طيب في حالة الميلتينج causes particles to move around more and the temperature increases يبقى الموف هتبقى زيادة لما درجة الحرارة تكون أعلى يبقى كل ما التمبريتشر بتزيد كل ما الموفينج بيبقى أسرع يبقى more faster. طيب so the matter changes to liquid state وبالتالي هيتحول من solid إلى liquid state. طيب زي ايه يا مس؟ بص كده الكوبايه اللي عندك دي فيها ايه؟ فيها ايس. لو حصل لها ميلتنج هتتحول لايه؟ لووتر. طيب when the temperature of solid ice increases above 0 درجة سليزيوس يعني لما درجة الحرارة بتزيد عن 0 طبعا هو الزيرو هيخلي الايس يفضل ايس لكن لو درجة الحرارة دي عاليه التمبريتشر عالي يبقى كده أعلى كمان من الزيرو درجة سليزيوس يبقى the particles gain energy البارتيكلز الجزيئات هتكتسب طاقة وبالتالي هتعمل move أسرع يبقى around more and so the ice changes to liquid water وبالتالي هيتحول إلى liquid water. يبقى الميلتنج ده عبارة عن increasing in the temperature and energy and moving faster. هنا بقى في حالة الفريزنج
particles move slower يعني هيمشي أبطأ، طبعا هيتحرك أبطأ في حالة الفريزنج لما درجة الحرارة تقل. يبقى كل ما درجة الحرارة تقل الجزيئات أو particles هتمشي أبطأ. طيب so matter changes to solid state، وبالتالي المادة هتتحول إلى حالة السوليد. طيب for example when the temperature of liquid water لما درجة الحرارة بتاعة المية تقل وتكون أقل من 0 درجة فلسيوس its particles release energy، البارتيكلز بتاعتها هتطلق طاقة and they move slower وبالتالي هتتحرك أبطأ so the liquid water changes to solid. يبقى هنا الليكويد هيتحول إلى إيه يا ولاد؟ إلى solid عن طريق الفريزنج. طب حصل إيه في الفريزنج في درجة الحرارة؟ درجة الحرارة هتقل. يبقى بالتالي حصل إيه في الموفينج؟ برضو الموفينج هيقل. حصل إيه في الانرجي؟ برضو هتقل. فهمنا كده؟ لاحظ معايا كده الزيرو درجة فلسيوس is known the freezing point of water، يبقى دي درجة التجمد بتاعة الووتر اللي هي زيرو درجة فلسيوس اللي هي درجة حرارة الفريزر يا ولاد، بتكون زيرو درجة فلسيوس فبالتالي هي دي freezing point of water. طيب water is found in liquid state طبعا يبقى between 0 درجة سليزيوس and 100 درجة سليزيوس. الدرجة سليزيوس دي ولاد is measuring unit of temperature يعني هي دي وحدة قياس temperature درجة الحرارة. تعالوا نقرأ الكلمات مع بعض quickly يعني بسرعة. increase يعني يزيد، below يعني أدنى أو أسفل، above يعني أعلى، decrease يعني يقل، freezing point يعني نقطة التجمد. طيب melting of ice and freezing of water يعني انصهار التلج وتجمد الووتر المية are examples يعتبروا أمثلة من إيه يا ولاد؟ من تغير المادة أو تغير حالة المادة. يبقى examples of a change in the state of matter. طيب changing the state of matter is considered a physical change يعني تغير حالة المادة يا ولاد أو الحالة الفيزيائية بتاعتها بيعتبر physical change يعني تغير فيزيائي. ما ننساش الكلمة دي عشان بتيجي في scientific term physical change. طب what is meant by physical change يعني إيه physical change بقى؟ تعال نعرفها الديفينيشن بتاعها إيه هو. it is a change in matter without any change in its structure يعني هو تغير في المادة من غير ما الستركتشر اللي هو التركيب بتاعها يتغير. يبقى المادة بتتغير من غير ما تركيبها يتغير. يعني الايس بيتحول لايه؟ لووتر. طيب الستركتشر كله بتاع الووتر اصلا اتغير لما تحول لسوليد او تحول لليكويد؟ ابدا، هو من سوليد لليكويد بس بيتغير، لكن الستركتشر بتاعه بيتنه زي ما هو. يبقى اي تغير بيحصل في المادة من غير ما الستركتشر بتاعها يتغير يبقى ده عبارة عن الفيزيكال تشينج. طيب زي ايه بقى يا ميس؟ زي الشوكولات لما بيحصل له ملتس يعني انصهار الشوكولاتة، لما مامي بتاخد الشوكولات وتحطه في الميكرويف بيتحول من سوليد ستيت لليكويد ستيت، لكن طعمه لسه زي ما هو شوكولات، والكالر بتاعه برضو نفس زي ما هو نفس لونه. طيب والسميل ريحته ريحة شوكولاتة برضو. طيب don't change كل دول مش هيتغير، ويبقى التيست مش هيتغير، الكالر مش هيتغير، السميل مش هيتغير، ودي كلها احنا خدنا قبل كده ان اسمها الفيزيكال بروبرتيز. اسمها الفيزيكال ايه يا ولاد؟ بروبرتيز. physical changes are usually reversible يعني معنى كده يا ميس reversible يعني الميلتنج زي مثلا السوليد ستيت والليكويد ستيت، لما السوليد اتحول لليكويد ده بعملية ايه؟ الميلتنج، والليكويد ستيت رجع تاني لسوليد ستيت عن طريق التجمد اللي هو الفريزنج. طيب يعني معنى كده ان السهم ده كده رايح جاي يعني ريفرسيبل يعني عكسي. يعني ايه السهم ده كده؟ معناها ان هو عكسي اللي هو كلمة ريفرسيبل. كل ده انا بفهمك في كلمة reversible لما يكون السهم كده زي ما بيتحول من مادة دي
او من الحالة دي للحالة دي بيتحول برضو العكس من دي لدي، زي ما يكون بقول لك ايه and vice versa، والعكس صحيح هي برضو reversible. طب عكس كلمة reversible irreversible، ir وبعد كده كلمة reversible عادي خالص، يبقى انا نفيتها بكلمة ايه ir irreversible. such as ايه بقى يا اولاد؟ melting is the reverse process of freezing، يبقى melting is the reverse، الحالة دي عكس الحالة دي، يبقى melting is the reverse process of freezing. طيب check your understand. In freezing process the particles of liquid matter release energy and their temperature. ايه اللي هيحصل في درجة الحرارة في عملية الفريزنج؟ طبعا decreases يا مس، احنا قلنا لما بيحصل release للانرجي عندي هيحصل decrease للتمبريتشر، يبقى decreases and their temperature decreases. طيب the changes in matter that don't change the structure of the substance are called physical changes. برافو عليكو، physical، يبقى called physical changes. طيب but true or false the temperature of matter doesn't affect the state of matter، يعني يا ولاد درجة حرارة المادة doesn't affect، مش هتتأثر بحالة المادة، لا طبعا درجة الحرارة بتتأثر بحالة المادة وحالة المادة برضو بتتأثر بالتمبريتشر. طيب in melting process the particles of liquid matter gain energy، الليكويد هو اللي هيحصل له gain energy يا ولاد ولا السوليد؟ طبعا الميلتنج تحويل السوليد لليكويد، طيب مين اللي هيجين انرجي؟ السوليد، يبقى السوليد هو اللي يجين انرجي عشان يتحول لايه؟ لليكويد، يبقى هنا فول. استراكشر يا ولاد يعني تركيب، وريفرسيبل يعني عكسي. تعال نشوف بقى حاله الميلتنج والفريزنج اللي احنا لسه واخدينها دلوقتي، من سوليد الى ليكويد قلنا ده يعتبر ميلتنج، طيب ومن ليكويد لسوليد قلنا ده يعتبر ايه؟ يعتبر فريزنج. طيب تعالى معايا نركز كده ونشوف ايه اللي هيحصل في حالة الايس لو استبدلت السوليد ده بايس. when placing a container of ice cubes، يعني انا عندي كونتينر هنا اهو وحطيت فيه ايس كيوبس هنا كده، وبعدين حطيتها تحت فليم نار، النار هنا اهي، يبقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى ايه اللي هيحصل للايس بتاعي لما يكون يتعرض لثيرمال انرجي؟ هيجين الثيرمال انرجي، هيكتسب الطاقه دي وهياخدها، وبالتالي the particles of ice، الجزيئات الايس عندي هتموف faster، يعني هتمشي اسرع، and separate from each other، وهتبدا تنفصل عن بعضها، بدل ما كانت جنب بعضها كده في حالة السوليد، احنا قلنا البارتكلز بتبقى كلوز توجذر كده، هتبعد عن بعضها بالشكل ده وهتتحول الى ليكويد. This causes a change from ice from the solid state to liquid state اللي هو الووتر. بص كده البارتكلز اوف ايس كانت كلوز توجذر، اتحولت لبارتكلز اوف ووتر، وباي هيتنج اتحولت الى particles of water، وكان اللي هي البارتكلز نفسها بقت تقدر تتحرك اسرع، move faster and separate from each other، وتبدا ان هي تنفصل عن بعضها. طيب تعالى هنا بقى changing from liquid to solid يعني الفريزنج. when placing a water container in freezer، لما بتحط اي كونتينر فيه ووتر في الفريزر بيبدا يتحول الى ايس. the water loses the thermal energy، يبقى هيفقد الثيرمال انرجي. to the space in the freezer، وبيبدا ياخد السبيس بتاع الفريزر. so the particles of water، وبالتالي الجزيئات هتموف slower، يعني هتمشي بسرعة أقل، and get close together، وتبدأ إن هي تقرب من بعضها جدا عشان تتحول لسوليد. this causes a change of water from liquid state to solid state اللي هو الأيس. تعال شوف كده في الصورة دي
لما عملت للبارتكلز اوف ووتر، لما عملت لها كولينج، ايه اللي حصل؟ بدأت البارتكلز دي تو موف سلور، بدأت تمشي بصورة ابطأ، وبدأت تكون البارتكلز كلوز توجذر، يعني قريبة جدا من بعضها. طيب give reason for freezing process causes decrease in the speed of the particles of matter. يعني ليه في حالة الفريزنج بيبدأ السرعة بتاعة الجزيئات بتاعة المادة تقل؟ ليه السرعة بتقل يا ولاد في حالة الفريزنج، في حالة التجمد؟ لأن طبعا البارتكلز دي بتعمل لوس للثيرمال انرجي، بتفقد الثيرمال انرجي، وكمان بتبقى موف سلور. تعال نعبر عنها كده بالراحة، بيكوز ان فريزنج بروسيس، لأن في عملية التجمد the particles of matter lose the thermal energy، هتفقد الثيرمال انرجي بتاعتها، so the particles move slower، وبالتالي الجزيئات هتمشي ابطا. موقد يعني stop، freezing يعني تجمد، placing يعني وضع، مجمد يعني freezer. طيب تعالى بقى ناخد حالة الايفابوريشن. طب يا مس، هي الايفابوريشن دي يا مس تحول الحالة ايه للحالة ايه؟ تحول الليكويد الى جاز، يبقى changing a liquid to a gas. يبقى لما الليكويد عندي يتبخر، انا عندي ليكويد اهو، هيبدأ يتحول الى بخار اهو، ووتر فيبر او ستيم. يبقى في الاخر بعد ما تحول لي لووتر فيبر، طبعا الجزيئات هتبدأ ان هي تبعد عن بعضها، وهتعمل جين للثيرمال انرجي، ولما هتكتسب الثيرمال انرجي دي هتمشي اسرع، زي حالة ايه؟ الميلتنج. يبقى the water، يبقى when boiling a water container in a hot stove، لما بعمل boil بغلي الwater container ده on a hot stove، احنا قلنا stove يعني موقد، حطيته تحت موقد حار جدا، ايه اللي هيحصل؟ the water gains thermal energy، هيعمل جين، هيكتسب الطاقة الحرارية، وبالتالي البارتكلز هتموف مور فاستر، هتمشي اسرع، اند سيباريت ماتش مور فروم ايتش اذر، وتبدا ان هي تنفصل بعيدا جدا عن بعضها. يعني لو في حالة الميلتنج كانت بعيدة عن بعضها، هنا هتبقى ابعد من حالة الميلتنج. This causes the change of the water، وبالتالي ده هيسبب تغير في حالة الووتر من ايه؟ من liquid state to gas state، من liquid الى gas، ده الووتر vapor اللي هو بخار المية. طيب يبقى البارتكلز عندي of water بقت ايه؟ عملت gain للثيرمال انرجي، الطاقة الحرارية اللي جاية لها by heating من الموقد اللي هو الستوف، هتتحول ان البارتكلز دي هتبدأ تبعد عن بعضها، سيباريتد مور، بص بقت بعيدة قوي عن بعضها، وكمان بدأت ان هي تمشي اسرع، موف مور فاستر. تعالى نشوف بقى في حالة الكوندنسيشن، لما الجاز بيتحول لليكويد، الكوندنسيشن اللي هي عملية التكثف او التكثيف، لما الغاز بيتكثف على الغطاء بتاع الحلة، وتلاقي كده في ايه؟ دروبلتس اوف ووتر، تلاقي كده نقط من الميه على غطا الحله لما بتيجي ترفع الغطا. تعال نشوف ده حصل ازاي. ده نتيجه الكوندنسيشن، وين ووتر فيبر تاتشز ا كولد ليد، يعني لما البخار الميه بيلمس الغطا السائع ده، غطا متلج سائع، ايه اللي هيحصل؟ ذا ووتر فيبر لوسيت the thermal energy to the cold lid، يعني هيفقد الطاقة الحرارية على الكولد ليد، الغطاء السائع اللي عندي ده، so the particles of water vapor move slower، وبالتالي البارتكلز هتمشي أبطأ، وبعد كده هتبدأ تكون close together، فبالتالي هتبدأ تقرب من بعضها. This causes the change of water vapor، تحول الووتر فيبر to gas from gas state to liquid state اللي هي الووتر، يعني البخار هيتحول لووتر يا مس. تعال نشوف بقى ازاي كده. بص البارتكلز اوف ووتر فيبر بعيده اصلا عن بعضها، لو عملت لها كولينج هتبدا ان هي تقرب شويه من بعضها وتتحول لليكويد،
وبعد كده طب لو قربت قوي وعملت كولينج زياده هتتحول لايس، يبقى تبقى قريبه جدا الجزيئات من بعضها. لكن هنا في حاله الكوندنسيشن بتتحول لليكويد، في حاله تحول الووتر فيبر الجاز الى ليكويد ووتر. طيب تعال نلاحظ مع بعض، ووتر فيبر ديفرز فروم ستيم، هتختلف بخار الميه بيختلف عن الستيم. طب هيختلف عنه في ايه يا مس؟ ده بخار وده بخار، ايه اللي هيخليهم يختلفوا عن بعض يا مس؟ تعالى بقى نشوف. لما انا بغلي، شايف الحله اللي قدامي في الرسمه دي، لما انا بغلي الميه اللي في الحله دي بعمل لها بويلنج، بويل ووتر، ايه اللي هيحصل للووتر فيبر؟ هتطلع فوق الووتر فيبر كده وهتبقى انفيزيبل ان اير، مش هقدر ان انا اشوفها. لكن لما الووتر فيبر ده يلامس حاجه ساقعه جدا هيحصل له كوندنسيشن اللي هو التكثف اللي احنا قلناه دلوقتي، ويتحول من حاله الجيز لحاله الليكويد، هيتحول لووتر دروبلتس، نقط كده من الميه بلاقيها على الغطا بتاع الحل، هو ده الستيم. طب اقدر اشوفه يا مس؟ اقدر اشوف الدروبلتس دي على غطا الحله، فبالتالي اقدر اشوفها. لكن الووتر فيبر ما اقدرش ان انا اشوفه بسهوله. يبقى وين ووتر بويلز، لما الميه بتغلي ات بروديوسز ووتر فيبر، هيطلع لي بخار ميه وبيكون انفيزيبل ان اير، ما اقدرش اشوفه بالهواء. ولما الووتر فيبر ده هيتس كولر اير، يخبط في كولر يعني هواء بارد، هيحصل له كوندنسيشن، يبقى ات كوندنسز انتو تايني ووتر دروبلتس، يعني صغيره جدا، قطرات ميه صغيره جدا، فورمينج ا فيزيبل سمول وايت فلويد known as steam اللي هو البخار. يبقى الستيم بيبقى visible small white cloud، يعني سحابة بيضة صغيرة مرئية. لكن الووتر فيبر بيكون invisible in air، يعني غير مرئي في الهواء. طيب give reason for we can see steam during cooking food، لاني بشوف الووتر droplets اللي اتكونت على الليد يا ولاد. تعالوا بقى نشوفها كده ونجاوب عليها. Because when the water vapor hits a cooler air، لانه لما بيقابل هواء ساقع it condenses، هيبدا يتبخر to tiny droplets which looks like small white clouds that are visible، يعني هيتحول الى قطرات او سحابه بيضاء صغيره بتكون مرئيه واقدر ان انا اشوفها. طيب evaporation يعني ايه؟ يعني تبخير. طيب سحابة cloud، condensation يعني تبخير، المفروض تكثيف، tiny يعني صغير، condense يعني يتكثف، lid يعني غطا. نقدر نلخص اللي احنا خدناه ده كله في الرسمة دي، سهلة خالص. بمشي كده بعمل heating، بمشي كده بعمل ايه يا ولاد؟ بعمل هيتنج. لما بمشي كده البارتكلز بتمشي من السوليد للجاز، يبقى هتعدي على مين؟ على الليكويد. يبقى السوليد هيعدي على الليكويد وبعد كده هيعدي على الجاز، هيتحولوا لبعض عن طريق ايه؟ عن طريق الهيتنج. لما بعمل هيتنج للايس بيتحول لليكويد، ولما بعمل هيتنج للليكويد بيتحول لجاز. فبالتالي البارتكلز بتعمل ايه؟ جين انرجي، بتبدا تعمل جين انرجي. طيب لو عملنا العكس، لو السهم كده مشي العكس من الجيز تو سوليد، يعني من الجيز ستيت لليكويد ستيت لسوليد ستيت، هيكون عن طريق ايه؟ باي كولينج بارتكلز اوف ووتر ريليز انرجي، يعني جزيئات الميه هتفقد طاقه. باي هيتنج ووتر، لما انا بسخن الووتر دي ات تشينجز تو ايه؟ تو ايس، يبقى هي هتتغير الى ايس لما بسخن الووتر. طبعا فولس. طب وين ووتر جينز ثيرمال انرجي، ات تشينجز انتو ووتر فيبر، هتتحول لووتر فيبر. لما تعالى كده نشوف، لما الووتر يكتسب او جين انرجي هيتحول الى ايه؟ هيتحول الى جاز، والووتر فيبر ده جاز، يبقى دي ترو. وبكده يا ولاد نكون خلصنا ليسون 2، وان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي نبدا نحل مع بعض الاكسرسايزز اون ليسون 2، والقاكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي.
بس اتمنى منكم اللي لسه ما عملش لايك للفيديو ينزل بسرعه يعمل لايك ويشترك في القناه، يعمل سبسكرايب للقناه ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا باي باي.